الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى الزيادة التي توجد في بعض النسخ عند قوله رضي الله تعالى عنه: واعلم أنه يوجد في بعض النسخ زيادة أربعة أبيات متعلقة برد ما عدا الشكل الأول إليه. يعني هذه الأبيات خاصة بموضوع رد الأشكال كلها من الثاني والثالث والرابع إلى الأول. فبيقول إيه؟ وغير أول من الأشكال إليه مردود بلا إشكال، يعني غير الأول يرد إلى الإيه؟ إلى الأول. فالثاني يعني الآن كيف نرد الأشكال الثلاثة الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الإيه؟ إلى الشكل الأول. قال: فالثاني مردود بعكس الإيه؟ الكبرى. يعني إن أردت أن ترد الشكل الثاني إلى الأول فاعكس الإيه؟ الكبرى، خلاص. والثالث اردده بعكس الصغرى، ورابع بعكس ترتيب، يعني الرابع بس عكس الايه؟ الترتيب. ورابع بعكس ترتيب يرد، او المقدمات هكذا ورد. ورابع بعكس ترتيب يرد، او المقدمات هكذا ورد. واول منها هو المعيار، لأنه من بينها المدار. يعني المعول عليا أو المعيار في الاحتجاج هو إيه؟ الشكل الأول، ولذلك ترد بقية إيه؟ الأشكال إليه، لأنه هو المعيار، أو أنه هو الحجة، أو هو الأساس. والمتبادر أنها ليست من كلام المصنف، يعني الأربعة أبيات دي لما فيها من عدم الاضطراد في جميع الأضرب. يعني هذا طبعا كل شكل له كم ضرب، لكل شكل من الأشكال له إيه؟ 16 إيه؟ ضربا، منها المنتج ومنها الإيه؟ ومنها العقيم. فهذا ليس بإيه؟ ليس بمضطرد في جميع الإيه؟ في جميع الأضرب. فلأجل هذا بيقول: والمتبادر أنها ليست من كلام المصنف لما فيها من عدم الاضطراد في جميع الأضرب، إذ قوله يعني قول إذ قوله قول هذا الناظم لا يقصد به من الشيخ الأخضري، وإنما هو يقصد من نظم الأبيات. إذ قوله: فالثاني مردود بعكس الكبرى لا يظهر في ضربين، أو ده عدم الاضطراد، لا يظهر إلا في ضربين، لهذا هو عدم إيه؟ الاضطراد. فلو كان مضطردا لظهر في إيه؟ في جميع الأضرب إلا في ضربين من ضروبه، لما الأول والثالث اللي هو إيه؟ اللي هو رد الثاني بعكس الكبرى، يعني لا يرجع إلى الأول أو لا يكون منتجا إلا في ضربين اللي هما الأول والثالث. هجيب المثال وبالمثال يتضح الحال. الأول يعني من ضروبه الأول والثالث. فمثال الضرب الأول، خلاص كده. أن تقول، احنا قلنا الشكل الأول عبارة، فاكرين الشكل الأول هو إيه؟ محمول فيه في الصغرى وموضوع فين؟ في الكبرى، مش كده؟ يبقى لما نيجي نعكس
فنجيب الضرب الأول، أن تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. طبعا ده إيه؟ إذا كان محمولا فيهما، إذا كان الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى هو الشكل الإيه؟ الأول. وإذا كان الشكل الثاني محمولا فيهما، والشكل الثالث موضوعا فيهما، والرابع عكس ده عكس الأول. فنجي مثلا نقول أن تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ده شكل ثاني ولا شكل ثالث؟ ده شكل ثاني. ليه؟ لأنه فين الحد الوسط؟ حيوان. هو إيه موضوع فين؟ موضوع محمول فيهما، محمول فيهما، يعني محمول في الصغرى ومحمول فين؟ ولذلك عاوزين نرد إلى الشكل الأول، نرد بإيه؟ بعكس إيه؟ بعكس الكبرى. ينتج لا شيء من الإنسان بحجر، فإذا أردت، ده هو كده على أساس لسه إيه؟ لم نرده إلى الشكل الأول. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبرى. فين الكبرى؟ ولا شيء من الحجر بحيوان، بأن تقول هكذا كل إنسان حيوان، ده زي ما هي إيه؟ الصورة، إنما هنعكس الكبرى. ولا شيء من الحيوان بحجر، الأول كانت إيه؟ ولا شيء من الحجر بحيوان. فلو عملنا كذا ينتج الايه المطلوب بعينه، وهو لا شيء من الانسان بحجر. خلاص كده، ده ايه الضرب إيه؟ الاول احنا قلنا لا يظهر هذا الا في ضربين، الاول وايه والثالث. تقرا من يريد القراءه ايكما؟ يلا انت واخذ على فمثال الضرب الأول ومتخصص في الأمير. فمثال الضرب الأول أن تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبراه، بأن تقول هكذا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. بدل ما كان ولا شيء من الحجر بحيوان، بقيت ولا شيء من الحيوان بحجر، ده العكس. فالنتيجة هي المطلوب بعينه، لا شيء من الإنسان بحجر. ومثال الضرب الثالث، ومثال الضرب الثالث أن تقول بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبرى، بأن تقول هكذا بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. شوف كده، عندنا هنا الضرب الثالث بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان. عاوزين نعكس القضية دي اللي هي الكبرى. هنقول إيه فيها؟ هي لا شيء من الحجر بإيه؟ بإنسان. لا شيء من الحجر بإنسان، ينتج بعض. فإذا أردت رده إلى الأول عكست كبرى، بأن تقول هكذا بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. الأول كانت ولا شيء من الحجر بإنسان، فنتج أو أنتج المطلوب بعينه. ما هو نفس النتيجة نفسها، بس كيف جاءت النتيجة نفسها؟ برده إلى الشكل الإيه الأول، بعكس الإيه؟ بعكس الكبرى. بس هذا يعني ليس مضطردا، لأنه لا يظهر إلا في ضربين اثنين من ضروب الشكل الثاني، وهما ايه؟ الضرب الاول والضرب الايه؟ والضرب الثالث. يلا. وانما لم يكن ظاهرا في كل من الضرب الثاني والرابع، لان الضرب الثاني مركب من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. يعني عاوز يقول ايه السبب انه ما يمشيش في الثاني؟ ما هو بقي من الاضرب كام؟ بقي من الاضرب الشكل الثاني فيه كم ضرب؟ اثنين. كم ضرب؟ اربعة. أنتج اثنين اللي هم الأول وإيه والثالث، يبقى باقي إيه؟
بقي الثاني، بقي الثاني والرابع، وأنتج في الأول والثالث، بقي الثاني. طب لماذا لا يظهر هذا؟ ما المراد به؟ أنه لا يظهر هذا إيه الرد، لماذا لا يظهر رد الشكل الثاني في هذه الأضرب اللي هو إيه الثاني والرابع؟ لأن الضرب الثاني مركب من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، ولو رد هذا السبب إلى الشكل الأول، احنا قلنا عشان نرده إلى الشكل الأول بنعمل إيه؟ نعكس الكبرى، فلو عكسنا الكبرى لكان من ضروبه العقيمة، لأن صغراه سالبة وكبراه جزئية. وقد تقدم أنه يشترط لإنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى، بأن تكون صغراه إيه؟ أن ترى إيه؟ كلية كبراه، صغراه موجبة والكلية إيه؟ والكبرى كلية. فإن لو عكسنا إيه اللي هيحصل؟ فلا يمكن رده بذلك. ليه؟ لأنه قلنا لأن صغراه سالبة، عكس الشرط، عكس الشرط. وقد تقدم أنه اشترط لإنتاج إيجاب الصغرى وكلية الإيه الكبرى. فلو عكسناه إيه اللي هيحصل؟ لو عكسنا الكبرى هتبقى، وشرط الكبرى إنها تكون إيه كلية والصغرى تكون موجبة، أيوة هنا هتكون سالبة والكبرى مش هتبقى إيه كلية. في هذه الحالة حيختل شرط إيه؟ شرط الإنتاج، فلا يمكن رده بذلك. بس بيقول لك في طريقة أخرى للرد، وإنما يمكن رده بعكس الصغرى وجعلها كبرى، ثم عكس لفة طويلة تعكس الصغرى وبعدين تجعلها كبرى، ثم عكس النتيجة. ده موال طويل. هذه يعني ملوش رد، ملوش حل إلا إيه تعمل إيه عكس الصغرى، يعني تعكس الصغرى وتجعلها كبرى وبعدين تعكس النتيجة، كذا مرحلة لفة طويلة. فإذا قلت مثلا لا شيء من الحجر بحيوان، يعني معناها مش ممكن حتستطيع رده بالقاعدة اللي قالها هي عكس الكبرى، إنما ملوش رد غير بالطريقة دي، يعني لا يمكن رده بعكس الكبرى، وإنما رده بهذه الطريقة. هتعمل تعكس الصغرى، تمام كده، وتجعلها كبرى وبعدين تعكس النتيجة، لما تسيبه زي ما هو أحسن. فإذا قلت مثلا لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان، أنتج لا شيء من الحجر بإنسان. طيب فإذا أردت رده إلى الشكل الأول، عكست الصغرى وجعلتها كبرى، ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا كل إنسان حيوان، كده عكسنا ذلك إيه الصغرى وخلناها كبرى، كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر، ينتج إيه؟ لا شيء من الإنسان بحجر. فنعكس النتيجة إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان، وهو المطلوب. بس جاء بعد كم مرحلة؟ بعد ثلاث مراحل. يلا يا شباب. حيعلل الرابع، ما هو قال لك اللي حيمشي معانا إيه؟ اثنين اللي حيطلط فيهم، اللي هو الأول والثالث. أما الثاني لا حل له إلا بأن تعكس الصغرى وتجعلها كبرى ثم تعكس النتيجة. أبو الرابع إيه السبب؟ ولأن الضرب الرابع مركب من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ولو رد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى لكان من ضروبه العقيمة لما تقدم. لما تقدم إيه اللي تقدم؟ إنه شرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الإيه الكبرى، يبقى فلا أستطيع أو فلا يمكن رده بذلك، وإنما يمكن رده بدليل الافتراض. إيه دليل الافتراض ده؟ يعني شيء مفترض،
ما هو مع حتى من اسمه دليل الافتراض. وقد بينه الإمام السنوسي في شرح مختصره بما يطول ذكره خلاص. وقوله والثالث اردده بعكس الصغرى لا يظهر إلا ده. هتكلم على إيه الآن؟ على الشكل الإيه الثالث. يبقى الآن سؤال، كيف نرد الشكل الثاني إلى الأول بعكس الكبرى؟ خلاص كده. طب والثالث بعكس الصغرى. طب والرابع بعكس الترتيب. سهلة كده. بس هذا ليس يبدو كما قال الشيخ أنه ليس من كلام الناظم، لأنه غير مضطرد في جميع الأضرب، وإنما يأتي في بعضها ويتخلف في بعضها. ولكن مع ذلك مع أنه يتخلف في بعضها الذي يتخلف فيه له طريقة أخرى بس فيها لف، يعني لناس متخصصين له أدلة أخرى. يعني عاوز يقول لك يمكن رد جميع الأضرب أيضا، ولكن بس بطريقة أو بأدلة أخرى. إنما اللي ماشي عليه اللي قال عليه هنا بعكس، لما قال فالثاني مردود بعكس الكبرى والثالث مردوده، هذا ليس مضطردا في الجميع. ولأجل أن يكون مضطردا في الجميع عاوز إيه؟ عملية تانية، يعني عاوز شيء مركب أو شيء معقد. يلا. وقوله والثالث اردده بعكس الصغرى لا يظهر الا في اربعه اضرب من ضروبه. الاول والضروب المنتجه من الشكل الثالث كام؟ سته. يقول لك حيظهر في اربعه. لا يظهر الا في اربعه. انتوا عارفين الضروب المنتجه من الشكل الاول كام؟ اربعه، ومن الشكل الثاني كام؟ اربعه، ومن الثالث سته، ومن الرابع خمسه. فهمتوا؟ أربعة في الأول، وأربعة في الثاني، والثالث ستة، والرابع خمسة. فهنا هنا حيمشي معاك في كام؟ هنا أحسن في ده. حيظهر في كام؟ في أربعة، دوكا كان في اثنين، يعني العملية فرجت شوي. وقوله والثالث اردده بعكس الصغرى لا يظهر إلا في أربعة أضرب من ضروبه، الأول والثاني والثالث والخامس. الأول والثاني والثالث، يعني تخلف فين؟ تخلف في الرابع والسادس، ما هو بينتج في ستة. فمثال الضرب الأول كل إنسان حيوان. الآن دلوقتي هنرد إيه الشكل إيه الثالث كده، ورد الشكل الثالث إلى الأول حيكون بعكس الصغرى، أما رد الشكل الثاني حيكون بعكس الكبرى. طب ورد الشكل الرابع بعكس الترتيب. طب والشكل الاول؟ لا ده اليه يرد، ده هو الاصل ده، فليس بمردود الى غيره، لان هو ده المصدر، هو ده زي المصدر بالنسبه للمشتقات. فمثال الضرب الاول كل انسان حيوان. اصله لو ردينا الاول الى غيره للزم الايه الدور والتزلزل. فمثال الضرب الاول كل انسان حيوان وكل انسان ناطق. كل الضرب حيجيب كم مثال دلوقتي؟ حيجيب اربعه. فمثال الضرب الاول كل انسان حيوان وكل انسان ناطق. النتيجه ايه؟ بعض الحيوان ناطق. ده الشكل على ايه؟ على اصله قبل الرد. فاذا اردت رده الى الشكل الاول، ده الثالث عاوزين نرده الى الاول، عكست صغراه بان تقول هكذا بعض الحيوان انسان. كانت الصغرى ايه؟ ماذا كانت الصغرى؟ كانت كل انسان حيوان، فخلناها بعض الحيوان ايه إنسان. ولذلك ده يحتاج إلى إيه؟ كيفية الرد. لازم تفهم العكس، يعني باب العكس. عارفين باب العكس اللي عدى قبل القياس؟ يعني خد بالك، احنا قلنا إيه؟ الموجبات كلها تنعكس إلى إيه؟ إلى جزئية، إلى جزئية موجبة. كل القضايا الموجبة سواء كان كلية أو جزئية بتنعكس إلى جزئية إيه؟ موجبة. طب والجزئية السالبة، ها؟ ك
تنعكس ايه؟ كان اللي تنعكس كنفسها الا الكليه السالبه، اما الجزئيه السالبه لا عكس لها. يعني لازم نرجع للعكس عشان نفهم. يعني مثلا كل كل ذهب كل ذهب معدن، عاوزين نعكسها، بعض المعدن ذهب، جزئيه كليه موجبه تنعكس إيه؟ الى جزئيه موجبه، تبقى الموجبات كلها تنعكس الى جزئيه موجبه. والكليه السالبه تنعكس كنفسها، والجزئيه السالبه لا تنعكس. يلا مثال الضرب الثاني، كل انسان حيوان ولا شيء ولا شيء من الانسان بفرس. ايوه. ينتج بعض الحيوان ليس بفرس. ومثال الضرب الثالث، بعض الحيوان انسان، مش كده؟ وكل حيوان جسم. النتيجه ايه؟ بعض الانسان جسم. فاذا اردت رده الى الاول عكست الصغرى. الصغرى اللي ايه؟ بعض الانسان جسم. هتقولها ايه؟ ها؟ قلنا هنا ايه دي؟ دي ايه؟ جزئيه، ها؟ بعض الانسان جسم. لما تيجي تعكسها تبقى بعض ال نعم؟ لا احنا فين؟ الضرب في الثالث. طيب اقرا ايش هم. ومثال الضرب الثالث ايه؟ بعض الحيوان انسان وكل حيوان جسم، مش كده الضرب الثالث؟ ينتج بعض الانسان جسم، بعض الحيوان انسان وكل حيوان جسم، فنتيجته بعض الانسان جسم. فاذا اردت رده الى الشكل الاول عكست صوره بان تقول هكذا، بعض الانسان حيوان وكل حيوان جسم ينتج المطلوب بعينه وهو بعض الانسان جسم. ومثال الضرب الخامس، بعض الحيوان انسان. قلنا كم ضرب هيمشي فيهم؟ الاول والثاني والثالث والخامس، الضرب ده الاخير. مثال الضرب الخامس، بعض الحيوان انسان ولا شيء من الحيوان بجمال، ينتج بعض الانسان ليس بجمال. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست صغراه. أين هي الصغرى؟ بعض الحيوان إنسان، هتعكسها هتقول إيه؟ بعض الإنسان حيوان، بعض ما هي الجزئية الموجبة هتنعكس إيه؟ الجزئية الموجبة. عكست صغراه بأن تقول هكذا، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجمال، ينتج المطلوب بعينه وهو بعض الإنسان ليس بجمال. وإنما لم يكن ظاهرا في كل من الضرب الرابع والسادس. يعني لماذا لم يطرد أو لم يظهر في كل من الضرب الرابع والسادس؟ لأن الضرب الرابع مركب من موجبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، ولو رد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى لكان من ضروبه العقيمة لأن كبراه جزئية. يعني لأنه حيختل شرط الإنتاج، لأنه كبراه حتبقى إيه؟ جزئية، وشرط إنتاجه أن تكون الكبرى إيه؟ كلية، وأن ترى كلية كبراه. والصغرى حتكون موجبة. وقد تقدم أنه يشترط لإنتاج الشكل الأول كلية الكبرى، عشان كده الكلية الكبرى لما حتبقى إيه؟ لما حتبقى جزئية مش حينتج، فلا يمكن رده بذلك. بس هل أعيتهم الحيلة؟ قالوا لا، ده عندنا طرق أخرى دبلوماسية أو طرق أخرى التوائية لرده إلى إيه؟ إلى الشكل الإيه؟ الأول. وإنما يمكن رده بعكس الكبرى وجعلها زي ما قلنا قبل كده، وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة. هناك قلنا عكس الصغرى وجعلها كبرى، هنا عكس الكبرى وجعلها صغرى، ثم نعكس النتيجة. فإذا قلت جاب المثال كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق، أنتج بعض الحيوان ناطق. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست الكبرى وجعلتها صغرى، ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا، بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الناطق حيوان،
فتعكس النتيجة إلى قولنا أو فتعكس النتيجة إلى قولنا بعض الحيوان نضر وهو المطلوب. ولأن الضرب حيجيب إيه؟ سبب إيه؟ عدم ظهور ذلك في الضرب ليه؟ السادس. ولأن الضرب السادس مركب من موجبة الكلية الصغرى والسالبة الوثية الكبرى، ولو رد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى لكان من ظهوره العقيمة لما ذكر. يعني هو في شرط حيختل الشرط فيصبح من الضروب العقيمة لما ذكر. ايه اللي ذكر؟ اللي هو ايه؟ ايجاب الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. فلا يمكن رده بذلك، يعني ايه؟ بعكس الايه؟ الثالث بيرد بايه؟ بعكس الصغرى، لا يمكن رده بهذه الطريقة، وإنما يمكن رده بدليل الافتراض، وقد ذكره الإمام السنوسي. يعني حنفترض هذه جزئية ودي هنبدأ في كلها أمور افتراضية. بما لا يناسب ذكره هنا، وقوله ورابع، يعني كيفية رد الشكل الرابع إلى الأول، وإحنا هنحفظه كده. رد الثاني بعكس الكبرى، ورد الثالث بعكس الصغرى، ورد الرابع بعكس الترتيب. ولكن تفهم أن هذا لا يظهر إلا في بعض، أنه غير مضطرد. ولأجل هذا مش موجود الكلام ده في جميع النسخ، موجود في إيه؟ في بعضها. فقال لعله ليس من كلام النظم. وقوله ورابع بعكس ترتيب يرد إلى آخره على التوزيع، لأن الشق الأول أعني عكس الترتيب بالنسبة لثلاثة أطرق من ضروبه، الأول والثاني والثالث. فمثال الضرب الأول أن تقول كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. كل إنسان حيوان وكل ناطق. طب احنا عارفين الشكل الرابع اللي هو ايه؟ عكس الأول. الأول ايه؟ بيبقى الحد الوسط محمول في الايه؟ في الصغرى وموضوع في الكبرى. هنا هيبقى ايه؟ محمول في الكبرى وموضوع فين؟ عكس الأول. ومثال الضرب الأول أن تقول كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، ينتج بعض الحيوان ناطق. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست تركيبه ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان، ينتج كل ناطق حيوان. تعكسها تبقى إيه؟ كل حيوان ناطق. بعض العكس هنا عشان دي كلية موجبة تنعكس إلى إيه؟ إلى جزئية موجبة. فتعكس النتيجة إلى قولنا بعض الحيوان ناطق وهو المطلوب. ومثال الضرب الثاني أن تقول كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، ينتج بعض الحيوان ناطق. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول حتعكس الترتيب وتعكس النتيجة. هكذا بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان، إيه النتيجة؟ بعض الناطق حيوان. لما نيجي نعكسها هتبقى ايه؟ بعض الحيوان ناطق، وهذا هو المطلوب بعينه. ومثال الثالث، مثال الضرب الثالث أن تقول لا شيء من الإنسان بجمال وكل ناطق إنسان، ينتج لا شيء من الجمال بناطق. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست ترتيبه ثم عكست النتيجة بأن تقول هكذا، تبقى تعكس الترتيب مع عكس الايه؟ النتيجة. كل ناطق انسان ولا شيء من الانسان بجمال، ينطق لا شيء من الناطق بجمال. تعكس النتيجة إلى قولنا لا شيء من الجمال بناطق وهو المطلوب. والشق الثاني أعني عكس المقدمات. عكس المقدمات بالنسبة للضرب الرابع والخامس. هو كم ضرب منتج في الشكل الرابع؟ خمسة. ذكر منها كم اللي هو بيضطرد فيه؟ الأول والثاني والثالث، ذكر ثلاثة. والشق الثاني أعني عكس المقدمات للضرب الرابع والخامس. فمثال الرابع، يلا. فمثال الضرب الرابع أن تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، ينتج بعض الحيوان ليس بفرس. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست مقدمتيه بأن تقول هكذا بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس.
ينتج المطلوب بعينه وهو بعض الحيوان ليس بفرس. ومثال الخامس مثال الضرب الخامس أن تقول بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الجماد بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بجماد. فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست مقدمتين بأن تقول هكذا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد ينتج المطلوب بعينه وهو بعض الإنسان ليس بجماد. وهذا ما يسره الله تعالى على هذه الأبيات الخطوة. يعني المراد بهذا كلمة رد الأشكال لأنه الأول هو المعيار وهو الحجة، ولذلك يرد كثيرا في كتاب الله تعالى معظم الأشكال أو القياس اللي هو مستنتج أو مستنبط من غير تجده من الشكل الإيه؟ من الشكل الأول. ويوجد أيضا الشكل الثاني في القرآن، ويوجد الشكل الرابع الثالث، أما الرابع لا، ليس بموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. أصل ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يلا. أصل في الاستثناء. لعل المصنف ترجم بهذه الترجمة لطول الأمر، وإلا فكان مقتضى الظاهر أنه لا حاجة إليها، لأن قوله ومنه إلى آخره معطوف على قوله. يعني أول ما بيقول إيه الأول لما جاء في طول العهد، فين عارف منين هتيجي إيه؟ هتيجي في أول ما قال إيه؟ أول القياس صفحة كام؟ وده بعيد العهد بعيد الأشكال الأربعة نسيناها. إن القياس من قضايا إيه؟ ها؟ صورة مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران ومنه ما فطال عليهم الأمد. شوف راح إيه راح عمل ترجمة، هو مش محتاجين لأنه داخل في الأولان، ما قال قسمان يبقى ما فيش داعي يقول فصل هو الكلام. فأقول لك لعل المصنف ترجم بهذه الترجمة لطول العهد، فحيحصل عندك منه من إيه، فراح عمل لك ترجمة لكن هو لكنه معطوف على ذي لطول العهد اللي هو إيه. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ومنه ما يدعى بالاستثناء. بس شوف كم بيت يعني تجد أحيانا المعطوفات أو الجمل المعترضة كثيرة، فلازم يحتاج إلى إيه. إذا مرة أحد سألني ويقول لي فين خبر إن في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، حتى دور إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. ما فيش خبر، أقول له مقدر، أقول له إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب، ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا أولئك ينادون من مكان. هذا كله إيه فصل بس طويل قوي يعني. لذلك هذا رسم الشارع أولئك. من بعيد. من بعيد فهنا فصل إيه بالترجمة عشان. ناديتم الصلاة فخذوها هزوا ولعبا. بعد كل بس عاوز ذاكرة قوية عشان أحيانا الخطيب أو المتكلم يستطرد يعني يخرج في حاجة كده لأدنى ملابس وبعدين يجي يرجع يتوه ما عرفش كان في البداية. وفي إنسان قوي الذاكرة يربط
يعني يخرج كثيرا ولكنه يرجعك إلى الموضوع، وده نادر يعني قليل. في البعض حتما خرج منك في درب وراح في حالة خلاص، وانت عمرك ما هتسأل انت نسيت بدأت منين. يلا الله يشكرك. لعل المصنف ترجم بهذه الترجمة لطول العهد، وإلا فكان مقتضى الظاهر أنه لا حاجة إليها، لأن قوله ومنه إلى آخره معطوف على قوله فمنه إلى آخره كما لا يخفى. واعلم أن الاستثنائية مؤلف من مقدمتين، إحداهما شرطية وتسمى كبرى، والأخرى استثنائية وتسمى صغرى، ولذلك يسمى باسمين. يعني لي اسمين، إيه هما الاسمين؟ ها؟ الاستثناء والثاني ها الشرطي، يعني اسمه ايه؟ قياس استثنائي واسمه قياس ايه؟ شرطي. ولذلك يسمى باسمين كما سيذكره المصنف، فالاول هو الاستثنائي. يعني فالاول يعني فالاسم الاول، فالاول يعني ايه؟ هو بيقول لك يسمى باسمين، فالاول يعني فالاسم الاول. فالأول هو الاستثنائي لاشتماله على الاستثنائية، والثاني هو الشرطي. يعني الأول الأول هو الاسم الأول هو إيه؟ الاستثنائي لاشتماله على الاستثنائية، خلاص؟ والثاني يعني الاسم الإيه؟ الثاني هو إيه؟ هو الشرطي. لاشتماله على الشرطية. وإنما سميت الشرطية كبرى. يعني كأنه في مقدمتين، واحدة استثنائية والثانية شرطية. وإنما سميت الشرطية كبرى، يعني معناه هو في مقدمتين، صغرى اللي هي الاستثنائية وكبرى اللي هي الشرطية، فله اسمان، ممكن تسميه القياس الاستثنائي وممكن تسميه القياس الشرطي، وده صحيح وده صحيح. استثنائي لأنه مشتمل على الاستثنائية وهي الصغرى، وشرطي لأنه مشتمل على الشرطية وهي الكبرى. وإنما سميت الشرطية كبرى والاستثنائية صغرى لأن ألفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ الشرطية. يعني الشرطية ألفاظها كثيرة شوي، دول ألفاظ قليلة على نحو النصف، يعني ألفاظ الاستثنائية كلمتين ونص كده، أما الشرطية ضعفة. وأيضا لو اعتبرتهما بالترتيب لاقتران، بأن جعلتهما على هيئة الشكل الأول المركب من حملية وشرطية، لوجدت فيه الاستثنائية صغرى والشرطية كبرى. شوف المثال، كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، فين الاستثنائية وفين الشرطية؟ لسه الاستثنائية، لكنه اللي فيها إيه؟ أداة الاستثناء، وأداة الاستثناء هي لكن، خلاص كده؟ شوف كده، لكنه إنسان، دولك إيه؟ كلمتين. إنما كلما كان هذا إنسانا، إذا الألفاظ الاستثنائية أقل، فعشان كده هي إيه؟ الصغرى. افرض حبيت تركبه على هيئة الشكل الأول اللي هو مركب من حملية وشرطية، حتجد الاستثنائية صغرى وحتجد الشرطية كبرى. بس خد بالك هنا الكبرى هتبقى في الأول، مش شرط اللي هتبقى في الأول هي الصغرى، لأنه الكبرى اللي فيها إيه؟ اللي فيها سور كلي، كلما هذه الكبرى، كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان. كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إيه؟ إنسان. يبقى النتيجة لكنه إنسان فهو حيوان. أقول لك كلما كان هذا جسما فهو متحيز، فتقول لكنه متحيز فهو جسم. طب لكنه ليس بمتحيز فليس بإيه؟ بجسم. يلا، فإذا قلت مثلا كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان، وجدته في قوة قولك هذا إنسان وكل ما كان إنسانا فهو حيوان. يعني معناها هيتركب من حملية وشرطية، هذا إنسان وكل ما هو إنسان كان إيه؟
حيوان، كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان وجدته في قوة قولك هذا إنسان، وكل ما كان إنسانا فهو حيوان، ونتيجته عين نتيجته، ولا يختلفان إلا في تقديم الصغرى، يعني في الحمل، في الحمل. خلاص، يبقى إذن احنا قلنا عندنا ايه الوقت، احنا عندنا كم تعليل؟ ايه المعتبر؟ ما هو المعتبر؟ يعني المعتبر هو الثاني، لما بقول لك سميت الشرقيه كبرى لان الفاظ على النص، مش كده؟ وبعدين بيقول لك هنا ايه، وايضا اهو ده التعليل المعتبر، ده اللي هو لو وجدت فيه الاستثنائيه صغرى والشرقيه ايه كبرى، هو ده التعليل المعتبر. ونتيجته عين نتيجته، ولا يختلفان إلا في تقديم الصغرى وتأخيرها في اللفظ. فله الشيخ المنبوي في كبيره قوله: ومنه ما يدعى بالاستثناء، أي من القياس، من حيث هو ما يسمى بالاستثناء لما تقدم من، يعني لماذا يسمى بالاستثناء؟ لما تقدم من اشتماله على الاستثنائية المذكورة فيها أداة الاستثناء، وأداة الاستثناء هنا لكن وإنما سميت أداة استثناء مع كونها أداة استدراك، كده؟ هو في أدوات الاستثناء فيهم لكن في اللغة، لا، وما هي دي اصلا اداه استدراك، لكن ولكن. لماذا؟ وانما سميت اداه استثناء مع كونها اداه استدراك لشبه الاستدراك بالاستثناء في احداثه فيما قبله شيئا، لشبه يعني الاستدراك يشبه الاستثناء، فالمناطق ما خدوش يعني بالمعايير، خدوها كده ايه بالشبه، ويعني عاوز يقول لك انه الاستدراك يشبه الاستثناء. ليه؟ لانه ايه معنى الاستثناء؟ الاستثناء معناه في اللغه الاخراج، لانه يخرج ما بعد الا من حكم ما قبلها. يعني مثلا يقول كده: قام الطلاب الا فلان، او الا مثلا علي، او الا محمد. يبقى ايه هو، ما هو الحكم الذي حكم؟ قيام الطلاب، فاخرجنا من هذا الحكم واحد اللي هو ايه بعد الا. فكذلك الاستدراك بيقول لك لشبه الاستدراك بالاستثناء في احداثه فيما قبله شيئا لم يوجد فيه، كما ذكره ابن يعقوب مبسوطا. يعني عاوز يقول لك احدث فيما قبله شيء ما كانش موجود فيه، يعني كانه اللي بعد الا احدث فيما قبله شيء. لما قلنا مثلا قام الناس، خلاص ما احدث حاجه ما كانتش موجوده قبل الاستثناء اللي الاخراج، يعني اخرج واحد من الحكم، هل هذا كان موجودا قبل الاستثناء؟ فكذلك الاستدراك احدث حكما لم يكن موجود، احدث فيما قبله كما احدث الاستثناء فيما قبله. لكن الاستثناء ليس هو الاستدراك، الاستثناء قلنا إخراج، أما الاستدراك ده إيه؟ رفع ما يتوهم ثبوته أو ثبوت ما يتوهمنا فيه، بس الاثنين مشابهين بعض فيه، في إحداث بس الإحداث هنا غير الإحداث هنا، الإحداث بتاع إلا إخراج، أما الإحداث بتاع لكن رفع توهم، يبقى إذ أو إثبات شيء، ولذلك هذا إحداث وهذا إحداث، فعشان كده قالوا عليها أداة إيه؟ أداة استثناء. ولو كانوا مدققين كانوا سموه القياس الاستدراكي، عشان في هيك المفروض يسموه كده بدل ما يعملوا مشكلة مع بتوع النحو. يعني ضاقت عليكم الالفاظ، ما فيش غير لما الاستثناء ده ماشي النظام، انتوا كده لخبطونا المفاهيم، اصل مفهوم الاستثناء غير مفهوم الاستدراك. قوله: يعرف بالشرط
لحذف الياء او ثبوتها ساكنه للوزن. يعني عاوز تصحح تقول يعرف بالشرطي، ما تقولش بالشرطي بالشرطي، يعني لا تحرك الياء او تحذفها، ده ينفع وده ينفع. يقول لا يعرف بالشرط بلا امتراء، او تثبت الياء ولكن تثبتها ساكنه، خلاص بحذف الياء او ثبوتها ساكنه للوزن، اي يسمى بالشرطي. يعني كانه في سؤال هنا، كيف تسميه بالشرطي وقد يتركب من الحمليات؟ اي يسمى بالشرطي لاشتماله على الشرطية كما مر، اللي هي ايه؟ فيها أداة الشرط، اللي كلما كان هذا إنسانا فهو ايه؟ حيوان. وإنما لم يسمى الإغرامي بذلك، مع أنه قد يتركب من الشرطية على الراجح لعدم وجود ذلك فيه. يعني عاوز اقول لك لماذا لم يسمى الاقتراني بذلك، يعني لماذا لم يسمى الاقتراني بالشرطي، مع انه الاقتراني يتركب من الشرطيه ايضا كما يتركب من الحمليه، بس لعدم لزوم ذلك فيه، يعني مش لازم. مره ممكن يتركب من حمليات، ممكن يتركب من شرطيات، او من حمليه وشرطيه، او شرطيه منفصله، يعني مش لازم فيه. انما هنا ايه؟ لازم فيه، وعشان كده سمي بالايه؟ بالشرط. فإنه قد يتركب من محض الحمليات، بل هذا هو الأكثر فيه. فإنه قد يتركب من محض الحمليات، اللي هو ايه؟ الاقتران، بل هذا هو الأكثر فيه. كذا يؤخذ من كلام المل وفي كبير. ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء. ايه تعريفه؟ هناخد بس تعريفه وخلاص عليك. قوله ده إيه؟ يعني إذا ما هو القياس، ما هو تعريف القياس الشرطي أو القياس إيه؟ هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، خلاص كده. إنما اللي بيدل عليها بالقوة العكس ده يسمى إيه ده؟ ثاني، وهو ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يلا شيخ محمد. قوله بلا امتراء أي بلا شك. قوله وهو الذي دل على النتيجة، يعني أن القياس الاستثنائي هو الذي دل على النتيجة بالفعل أو على ضدها كذلك. بالفعل مش بالقوة. فالأول إذا استثنيت عين المقدم اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي هو يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، إنما هذا يدل عليها بالفعل. فالأول إذا استثنيت عين المقدم، إذا استثنيت عين المقدم اللي هو الكبرى. كما إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. شوف كده. بتقول كده، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. أفرض قلت لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس إيه؟ وإذا قال دل على النتيجة أو إيه؟ أو ضدها. والثاني، إذا استثنيت نقيض التالي، يعني إذا استدركت، يعني كما إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تقول إيه؟ لكن النهار ليس نقيض التالي ده. فين التالي؟ فالنهار موجود، ده التالي. لكن النهار ده استثناء نقيض الإيه؟ التالي. لكن ليس بموجود، فالشمس ليست بطالعة. خلاص كده، يبقى إذا إيه؟ قلنا كده، وهو الذي دل إلى آخره، كده؟ قلنا في الأول إذا استثنيت عين المقدم عن الكبرى، والثاني اللي هو إيه؟ أو ضدها. إيش قال كده إيه؟ قال وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها، كده؟ بالفعل لا بالقوة. يعني عندنا كام دلوقتي؟ عندنا اثنين، اللي دل على عين النتيجة واللي دل على إيه؟ على ضد النتيجة. قوله أو ضدها
المراد بالضد هنا معناه اللغوي وهو مطلق المنافي. يعني مش الضد اللي هو الاصطلاحي. لإيه؟ لأنه الضد الاصطلاحي اللي هو تعرفه الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، وما هنا ليس كذلك. عندما قال هو الذي دل على النتيجة أو ضدها لا يقصد الضد الاصطلاحي، وإنما يقصد الضد لغة، والضد اللغوي هو مطلق الإيه؟ مطلق المنافي. أما الضد الاصطلاحي لتعريف هو إيه؟ ما هما الضدان؟ أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف. إنما النقيضان أحدهما وجودي والآخر عدمي، ده النقيضين. الفرق ده موضوع ثاني، الفرق بين الضدين والنقيضين أن الضدين أمران وجوديان زي السواد والبياض، إنما النقيضين أمر وجودي والآخر إيه؟ عدمي، بينهما إيه؟ غاية الخلاف. إيه معنى غاية الخلاف؟ بينهما غاية الخلاف. يبقى غاية الخلاف يعني إيه؟ ما المراد بكلمة غاية الاختلاف؟ يعني عدم اجتماعهما في موضوع واحد أو في شيء واحد، مثل البياض والسواد، فهذان ضدان. أما اللذان هما مختلفان في يعني في اختلاف، بس مش غاية الخلاف. غاية الخلاف يعني معناه ما يجتمعوش مع بعض، إنما في خلاف زي الطول والبياض، بينهما خلاف لكنهما ليس غاية الخلاف، لأنهما يجتمعان فيكون الثوب طويل وأبيض مثلا، إنما ما يكونش أسود وأبيض. غاية الخلاف معناها ما يجتمعوش، إنما لو قال بينهما خلاف يبقى معناه ايه؟ يمكن اجتماعهما زي الطول والايه والبياض، انما البياض والسواد بينهما غاية الايه؟ غاية الخلاف. يلا. قوله او ضدها، المراد بضدهنا معناه مش عارف مين البعض يقول لك هل يجوز الجهاد مع داعش من اجل الخلاف؟ احنا وداعش بيننا غاية الخلاف ضدك. بينهما غاية الخلاف، دولة ضدان، نحن وهما ضدان، والضدان لا داعش منهم. اللهم ادعش داعش، ومش عارف انا ايه معنى كلمة داعش، بس يلا. مين عارف كلمة داعش؟ يعني جابوا اسمه من اسماء الشيطان. قول. قوله او ضدها، المراد بالضد هنا معناه اللغوي وهو مطلق. مش كفايه المجسمه والمشبهه والوهابيه والمنهج كمان داعي؟ من نفع ما قد يقال او ضدان هما الامران الوجوديان. يعني معناه ليس المراد هذا، ليس المراد بالضدين. اصل عندنا ايه؟ عندنا التقابل اربعه مش كده؟ ضدين ونقيضين والعدم والملكة والتضايف، هذه أنواع التقابل. ضدان ونقيضان وعدم وملكة وإيه؟ والمتضايف. يلا. وما هنا ليس كذلك كما أشار لذلك الشيخ المنلوي. قوله بالفعل أي بأن يكون ذلك مذكورا فيه بصورته، فقوله لا بالقوة تصريح بما علم. يعني ايه معنى بالفعل؟ يعني اقول لك الصوره نفسها مذكوره، يعني كانه النتيجه الحديثيه مذكوره في القياس. كلما كان هذا جسما كان متحيزا، لكنه متحيز وهو جسم، يعني نفس فهو جسم، هو غير جسم، يعني هي مذكوره ايه؟ بصورتها. إنما اللي بالقوة ليس مذكور بالصورة، إنما مذكورة بالمادة، المادة نفسها، إنما مش اللفظ، يعني كأنه الصورة هي القالب هي الألفاظ والمادة هي المعاني. قال المصنف رحمه الله: فإن يكو الشرطي للاتصال أنتج وضع ذاك وضع الثاني. يعني هو حيتكلم هنا على الشرطية المتصلة، لأن الشرطية فيها متصلة وفيها إيه؟ وفيها منفصلة، ف
فيقول فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا ذكر رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. بعد الله يعني إن شاء الله اقتربنا من الإيه، هنقف عند إيه البيت علم كده عليه فين. فإن يكو الشرطي ذا اتصال، يعني يكفينا التعريف. فإن يكو الشرطي ذا غرضه بذلك بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي، يعني يريد أنه حيقول لك القياس الشرطي له إيه له قسمان، القياس الشرطي له إيه قسمان، خلاص كده، اللي هو المتصلة والإيه والمنفصلة. فحنقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد Yeah.